اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى عزًا للإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق ولي أمرنا وإخوانه حكام الإمارات بتأييد منك وفضل. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تحثهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ سلطان الشارقة، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك، اللهم إنا نحبه فأحبه، اللهم أطل عمره وأحسن له العمل والختام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا مُبتلًا إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مسافرًا أو غائبًا إلا إلى أهله رددته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رِضًا ولنا فيها صلاح إلا أعطيتنا وأعنتنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم واعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في نعمة وصحة وعافية وأمن وأمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومعاشنا ومعادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حياة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلِّ اللهم وسلِّم على محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.